السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. انتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم، قولوا لي الى عجبكم المكياج تاعي نديرها معكم في نديرها معكم في القناه. درتها في اللايف مع البنات. نقول لكم ان شاء الله تكونوا بخير وكملوا معايا الفيديو. هذا روتين تاعي تاع اليوم، ما غاديش ندير حاجه كبيره. تبعوا معايا، مشاهده ممتعه للجميع. وانا ندي خليكم دروك، روح سكت بنتي ومن بعد نديروا الروتين. اكو تعرفوا الدراري حوجيانا. شوفوا الحاله اليوم عندنا كراها، راها الريح عندكم شجر. الريح دبانه مسكينه وراها باي تدخل وقيلا. أجمل الجوانهنا عندكو القطاط، عندكو قيمة خايت سعيد حسبو غي بلاد فهو درهم غي السعدين اللي لمو هما نشوف لكين كيف برايا ولا شوفي سعيدات صح لكين وين لو بون راه البرد شعري مشمخ كيما كتشوفوا. هيا كاش براويت، راني داخله دروك جاني ميساج ندخل نقي ال راني باغيه نقي كونجيلاتور لخاطش باغي نشري اللحم للعيد ان شاء الله. يا الغلبه على العيد رمضان ان شاء الله. اوه تشوف دابا عاصي، قلت لكم مانيش ندور نيشان، مانيش ندور نيشان. اوو تعرفوا وين راه؟ راه مدفون، نوريلكم هاهوك. تعرف كاع وين نديرها؟ عندي الربابج بزاف في الكراج، شغل ما راهش مستف، وحنا تعرفونا حنا العرب نموتو على الربابج. تكو بالا راهي في وجهي، هي هنا اكلة تاع البدعية، كابا من البدعة ساكوش. المهم غادي نقي نسي باش نجبداه ولا مش عارف نديره هنا ولا ربوج. راه عندي بزاف شيرات ربوج وما نقدرش نخرج اليوم، راه عندنا الريح. اون فيغا بيان شنو غادي نديرو نشعل الضو. فوالا شوفوا قلت لكم انا ما عندي زهر، ما نعرفش بلي كاين الضو. دابا ولفت سيداتي، دوك نبدا نقي في ال يا ربي سيدي مش عارفه كيفاش غادي ندير. او الماء غادي كمل، خصني نشري الماء. استغفر الله يا ربي يا ربي يا ربي. ايا نبداو على بركه الله، بسم الله. خاصها يترغوا كما حنا نقولوا. ما فهمتش انا من بلاصي، خاطش اللحم ماني جايبه فيه، نديرها لداخل. مساكو عارفين عندكو كيراه موسخ، نجي تشوفو نطفي. المهم ماني طفيته، غادي نروح نجيب الاومو وجافيل وكاع. أيوا نبدا نحك، عندي ما نطي هذا ملي رحلت ما استعملتهش كاع، الحمد لله غير داخل. وعندي شحال من حاجه نقيسها، وكان راجلي يبغي كاردي كلشي سوفونير. ما فهمتش على الربابج اللي راهم عندي. كي شغل في الكراج ان شاء الله راني ناويه ندير ديزيطاجير، راني دايره ان شاء الله باين ندير ديزيطاجير في الكراج، هكا كلشي يولي اورغانيزي مستف. راه عندي الربوج يا زهري غير في البالا وين نلقى جدا. يا الغلبة ضربتك راعي. المهم قلت لكم راني باغي ندير ديزيطاجير عندكو. صوالح تاع كوزينتي راهم لهيه اب نلزر جوكي نلز هاك 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 فوالا هاكا
هادوك تاع كوزينة لي ميبل تاعي تاع كوزينة وما راهمش كاملين، كوزينتي صغيرة بزاف، كون جبرت كراج ولي كوزينة. والله الله كراج كوزينة شريت خايتك. المهم انا ان شاء الله كي يجي الصيف راني باية نشري 3 بي، عندي قرعة تاع الكاز نولي ندير مسمن وسفنج وصوالح في الكراج هكا باش الزيت وكاع ما يقعدليش في الدار. وتعجبني قعدة تاع الكراج ما نكذبش عليكم، بار بونس يا لا لا بالا انت ندرك هاك. المهم فهمت على الكراج ليري ايا غادي نبدا ان شاء الله نقي في الكونجيلاتور. فوالا تبعوا معايا لا سويت، خليت هي ديكونجلا ما نقيش دروك، خليه ديكونجلا ومن بعد نقي. بون شريت هذا هو عشايا، الحريره كانت باقيت لي البارح ما عاودتش درت، وسلطه ثاني انا ما نضيعش باش تكونوا على علم زعما ما نضيعش سلطه باقيت لي تاع البارح عشان تبارك المطلوع ما كتشوفوا على ما طري وكاع ما كتشوفوه مطلوع عيب، ودرت شويه تاع بوريك والله يجعل البركه. بون لقيت كلش، هاي كلشي نقيته الفو كيما تعرفوا عندي اللوح باركي هيا و ما يلقلهش الماء هيا نبرد جنوني غير في الدوش تحت كتشوفو كلشي راه يشعل، انه يشعل الدوش شومبرتي بلاصي طابيت. كملنا كل شيء راه نقي جيتي جادور كان سيدك تحوس عليك في الكراج بالته ندخلها شويه جيتي نلها شويه مع فيلمات وكا ايا راح نبلاصي طابيه تاع التحت هوني كملت فوالا حطيت طابيه سيقت ماشي سيقت ما قصت الماء في الارض سيداتي فوالا كلشي راه نقي هي 3 تاع الصباح شريت مازال ما كملتش هيت ريح شويه وروح نزيد نقي كونجيلاتور تاع برا 3 تاع الصباح ومازال زينه سيداتي شريت هاي 3 تاع الصباح شوف بالله عندكو جوفيل ولا عندكو عندكو طوم الناس كاع غير هيك طوم انا راني وحدي يا حنقي الكونجيلاتور اللي قنقيه ليقي 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 بسم الله الكونجيلاتور عندي في الكراج قلت لكم الساعه بون رويته نقيته كاع كيما كتشوفو هذا بلاستيك تاع قاعد هذا جديد
كلي تاكلي الكلاصون وتاكلي فخيت ودوك الصوالح وكاك شي غادي ينقص. فوالا تنمسحه شله وبعد نمسحه شي كمل حوجي. انا عييت الحمد لله يا ربي هذا وين كملت. غادي نوريكم شي درت معكم نقيت راه يشعل شوفوا اي راه وجد باش غدا ان شاء الله باذن الله. اليوم رانا قريب 3:30 الصباح باذن الله ان شاء الله هذا باش يطير حكيته باش يطير. المهم راه يشعل هذا بلاستيك شوفوا هذا بلاستيك زعما ايوا المهم عاجبني داخل شكرا يشعل شو الله 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 ستفتح الشاغل حداه هي صاي هذه هي اي قصت الماء منها سيقت غير منها اونتولي كا الكراج راه انورم بوبيل صافي خاصني حتى نسد ندير لها نهار ونسد بصاي عييت ما قدرتش خاصني كلشي نسدفه ان شاء الله باذن الله ندير لها غير يحمى الحال شويه ونبلاصي لها لا بريز. فوالا هذا هو الروتين تاعي تاع اليوم شيرات او صالح لو موراي متشوفوش اجي ندور هاك. هذا هو الروتين تاعي تاع اليوم ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم و الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي.